Pour le moment, je vais vous donner l'exercice ثاني, écrire un programme Python qui permet de calculer le nombre d'occurrences d'une lettre L dans une chaîne CH de taille 4. اش معناها الشيء اللي كنت قاعد نقول فيه؟ قال لك عندك حرف L اون لتر. باش نشوف ال L هذايا قداش متعاود من مرة في وسط CH نومبر دوكورونس، معناتها قداش متعاود من مرة. دونك في الاكزامبل اللي عطاهولنا ال L والا لتر متاعي هو حرف A، الشين متاعي هي A. حرف A كيف ما قاعدين نشوفه متعاود ثلاثة مرات، هذاك علاش في الاخر باش نكتبو نومبر دوكورونس ايجال ا 3. كيفاش باش نحسبو النومبر دوكورونس في البروغرام نتاعنا؟ باش نمشيو نحلو نبداو انكوديو. اول حاجه شنو عندنا؟ دوني عندنا حرف ال وعندنا الشين نتاعنا اللي هي سي هاش. دونك الاولانيه باش نكتب انبوت والثاني باش نكتب انبوت بيان سور. دونك نفس الشيء باش يتعاود لهنا. لهنا باش نكتب سيزير اون شين والفوق باش نكتب سيزير اون لتر. باهي يا جماعة، انا باش نعرف كل مرة الحرف نتاعي قداش متعاود في الشين هذية كيفاش نعمل؟ باش نمشي تو سامبلومون نتستي الحرف هذية بالحرف اللي في البوزيسيون زيرو. خليني نعاود نقول ونركز على البوزيسيون الاولى في الشين نتاعي، راهي ماهيش واحد راهي صفر. دونك في البوزيسيون زيرو اسكو هي الحرف اللي في ال ولا لا؟ كان هي نزيد بلس ان، كان مش هي ما نزيدش بلس 1. دونك هذاك البرانسيب. باهي لشكون باش نزيد بلس 1 والا ما نزيدش؟ اول حاجه ملول باش نجي نقول عندي اس والا السوم هو اللي باش نحسب فيه قداش عندي متعود من مره الحرف هذاك. دونك ملول باش نقول له راهو باش يبدا من الصفر. لوجيك باش نبدا نعمل في التيست نتاعي ونقول اف شنو سي هاش دو زيرو، الحرف اللي في البوزيسيون الاولى هو بيدو ال والا لا؟ اذا كان هو بيدو نعمل هنا تو سامبلومون اك الاس هذيك تاخو اس بلس 1. لهنا باش نعاود نفس العمليه على ثلاثه الحروف اللي قعدوا، الحرف الثاني الحرف الثالث والحرف الرابع. الحرف الثاني فينا بوزيسيون في البوزيسيون واحد، الحرف الثالث في البوزيسيون 2 والحرف الرابع في البوزيسيون 3. ديما صاير ديكالاج نتاع واحد على خاطرني نبدا من الصفر. دونك الثاني راه باش يكون واحد وانت ماشي، والاخراني هي دو تاي 4، دونك الاخراني باش يكون سي هاش دو 3. في الاخر بالكل باش نحاول نافيشي ميساج نتاعي كيف ما قالي في ليكزارسيس لهنا. قالك لو نومبر دوكورونس دو ا دون سي هاش ايت ايغال برينت حاجه من النوع هذيا ايت ايغال، مانيش نحط 3 بيان سور، مانيش نحط اس على خاطر اس هي نحسب فيها في الاكزامبل نتاعنا قالي 3، اما لهنا ما نعرفش انا ولا الاكزامبل اللي باش نحطهم. دونك اذا كان ننزل اف 5 بيا جماعه لهنا شوف دوب ما تنزل اف 5 وتراني يحط لك الكرسور بحذا الكلمه، انا نحبه يرجع للستار باش تبدا الكتابه اوضح. شوف كي نكتب لهنا تبدا لاصقه في وسط الميساج نتاعي، انا نحبها ترجع من الاول. دونك اذا كان نحبها ترجع من الاول ترجع للستار معناه نزيد داك هذيك سلاش ان. اوكي دونك تو سامبلومون باش ننزل اف 5 مره اخرى وكرجع لي للستار. دونك هذيا سلاش ان ترجعني للستار تو سامبلومون جوست للزينه، معناها راهي ماهيش باش تاثر على البروغرام نتاعك. باهي سيزيغ اون لتر باش نحط لهنا في ليكزومبل نتاعي ا والشين نتاعي ا ب ا ا. دونك قالك لو نومبر دوكورونس دو ا دون سي هاش اي ايغال 3. علاش؟ خاطر لهنا ا متعاود ثلاثه مرات. اذا كان نمشي ناخذ اي اكزامبل اخر نحط انا مثلا لتر نتاعي اكس، الشين نتاعي نحط A B C D، X ما فماش دونك لوجيكمون باش يقول لي صفر لهنا. إذا كان ناخذ ليكزامبل الأخراني مثلا A B D H، لا لهنا لتر سامحوني باش نحط D قبل ومن بعد A B D H. دونك تو سامبلومون لهنا قال لي لو نومبر دوكورونس دو A دون سي H إت إيكال أ 1 على خاطر D موجود كان مرة برك. لهنا جوست حاجة صغرونا قبل ما نكمل حبيت نوريها. بلي لهنا قاعد يفيشي ديما لو نومبر دوكورونس دو ا، باغ كونتخ انا حاط حرف دي على خاطر حاط لهنا حرف ا ديما فيكس. دونك انا نحب يفيشي لي لهنا الحرف اللي انا نلوج عليه مش حرف ا ديما. دونك تو سامبلومون لهنا، دونك لهنا باش نحط حرف ال. لا ميم شوز بالنسبه لسي هاش، ما نحبش يكتب لي سي هاش فيكس، دونك ماذا بيا كان يكتب لي الشين دو كاركتير نتاعي. دونك لهنا اذا كان نعاود اف 5 جوست باش نحط نفس ليزيكزامبل معناها
ABTH دونك لهنا اش قال لي؟ قال لي لو نومبر دوكورونس دو دي هاوك الحرف اللي هنا حطيته والشين دو كاركتير نتاعي الفوق كان يقول لي دو ا دون سي هاش. دونك هذاك شنو حبيت نعمل وتوا بالرسمي كملنا ليكزرسيس 2 نتاعنا وباش ننتقلوا للليكزرسيس 3.